السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. فيديو ديال اليوم هما حريشات اللي كيجيو رائعين، طريقة التحضير ديالهم سهلة وكذلك المكونات. تبعوا معايا حتى الأخر باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. هنا غنحتاجو نص كيلو ديال الفينو أو السميد الناعم، هنا عندي جوج خمارات وحدة سكر فانيليا، عندي جوج بيضات، هنا واحد دانون، أنا اختاريت البنان، قبيصة الملح، كاس ديال الزيت، وكاس لاروب ديال السكر. هنا غادي ناخذ هذاك الفينو، هنا كيف قلت لكم خديت نص كيلو، غنزيد عليه هذوك جوج بيضات، البيض كيف العادة يكون بحرارة ديال المطبخ. هنا غادي نزيد كذلك كاس الزيت، المكونات كاملة غادي نخلطها في مرة، كاس لاروب ديال السكر، ولا بغيتوها تكون حلوة أكثر كديرو كاس. هنا غادي نزيد هذيك القبيصة ديال الملحة، سكر فانيليا، غنزيد هنا هذاك دانون ديال البنان، كيبقى النكهة اختيارية. وغادي نخلط هذيك المكونات مع بعضياتهم حتى غيتجانس ليا الخليط ديالي كامل. غادي نجمع باليد ديالي باش نتحكم فيه اكثر. كيف كان كتشوفوا معايا، هاد المكونات هما اللي تجمع بهم هذاك الدقيق ديالي. كنزيد هنا جوج خمارات، وكيبقى كذلك على حسب نوع الدقيق اللي عندكم او السميد الناعم اللي عندكم. في حاله ما احتاجيتو الكثار كتزيدوا شويه ديال الحليب. هنا عندي السميد الخشن كيف ما كتشوفوا، غادي نشكلهم كويرات وغادي نفندهم في هذاك السميد الخشن. الحجم كيبقى اختياري، انا درتهم هنايا غير صغارين، كيبقى لكم الاختيار. غادي ندير واحد الكميه، غادي نكورها مزيان، وعاد باش غادي نفندها وغادي نحطها في اللاطه ديالي. بالنسبه للطياب ديالهم كنشعل الفران غير من الفوق حتى كيتشقوا ليا مزيان، عاد باش كنشعل عليهم من تحت. غادي نستمر على هذه الطريقه حتى غادي نكملهم كاملين. كيف ما كتشوفوا معايا، هنا من بعد ما كملتهم كتجي كميه لا باس بها. هنا درت تقريبا، هنا درت عندي جوج لاطات صافي، وغندخلهم الفران كيف ما شفتوا معايا. ها هما من بعد ما طابوا ما كياخذوش الوقت بزاف، وكيجيو رائعين ولذاذ وكيوجدوا بسرعه كما كتشوفوا معايا، محمرين من الجهتين والمذاق كذلك كيجي رائع كيف ما كتشوفوا معايا، وكتجي هشيشه ماشي قاصحه. نتمنى اقتراح ديال اليوم يعجبكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، واللي دخل عندي اول مره وما مشاركش في القناه وعجبو الاطباق ديالي يشارك معايا وفعل الجرس باش يوصلو كل ما هو جديد. ما تنسونيش من اللايكات ومن تعليقات كذلك. خليتكم على خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله.